في آخر يوم من الحملة الانتخابية، تعهد المترشح الحر لرئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون بحل جميع مشاكل الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكدا استعداده لاستدراك كافة النقاط السلبية المسجلة. وإحنا شعب واحد، ما كانش فرق بين جزائري عايش في بريكسال ولا عايش في برلين ولا عايش في باريس، وجزائري عايش في العاصمة ولا في وهران. وألتزم أن إن شاء الله المشاكل اللي كانوا يعانوا منها في الماضي تتمحى إن شاء الله. المترشح وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر مداومته بالعاصمة جدد عزمه استرجاع أكبر قدر من الأموال المنهوبة في حال انتخابه رئيسا للبلاد، نافيا إمكانية إجراء عفو رئاسي عن المتورطين في قضايا فساد. إذا كنت قوي يحترموك ويرجعوا لك دراهمك، إذا كنت ضعيف ومتواطئ ما يرجعوا لكش فرنك. سي كلير سون با لو بريمير باي افوار ريكلامي سكي ايتي ترانسفيري ايليغالمون. اتعهد من خلالك ومن خلال الاسره الاعلاميه الموجوده هنا انني نواصل محاربه الفساد، لان ما انتهتش. ما كانش العفو الرئاسي للفساد، ما يكونش ابدا قطعا. تبون أكد على ضرورة مشاركة الجزائريين بقوة في هذا الموعد الانتخابي لإخراج البلاد مما وصفه بالنفق المظلم.